كراميلا 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 كراميلا. الواد حب يتأرجز عليك يا كراميلا. مين ده؟ يا عم ده كان هيكسر لي رجلي يا عم. مبروك يا كراميلا، تستاهل كل خير. مجتهد، اصرار، تقي، تعرف ربنا، بر بالوالد والوالدين، عشان كده ربنا بيكرمك يا اكرم. انا بحييك وبهنيك وبقول لك الف مبروك، تستاهل اكتر من كده. ولسه طوكيو بقى ده موضوع تاني، بس اتكلم معاك على البطوله الاول. حابب تقول للرجاله، للجمهور، لمجلس الاداره، ببارك لك يا اكرم، بارك لكل الناس. طبعا احب اشكر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، الحمد لله رب العالمين. ربنا كفانا النهارده وكسبنا الحمد لله عشان خاطر الجمهور، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه ونركز. طبعا انت عارف النادي الاهلي خلاص بنفرح النهارده، بنقفل الصفحه ونركز في اللي جاي، عندنا برضو ضغوطات في الماتش، فربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله، ويا رب المزيد ان شاء الله من البطولات ان شاء الله. اكرم